بعد 5 عقود من الزمن يحتفل طلبة مدرسة الشهيد نجيب بذكرى تأسيسها في طور الباحة بمحافظة لحج. المدرسة التي كانت البيت الأول لجيلين من أبناء المديرية والمديريات المجاورة شهدت حفلاً خطابياً وفنياً إحياءً لمكانتها في الذاكرة الوطنية لما مثلته من أهمية في خدمة المجتمع من حيث أقدميتها وجودة التعليم الذي قدمته وتخريج عشرات الدفع من الكفاءات التعليمية والوطنية. هناك تتلمذ في هذه المدرسة من هم من الآن تبوؤوا مناصب عليا في الجمهورية، منهم الطيارين، منهم الدكاترة، منهم المهندسين. مناسبة تضمنت عددا من الفعاليات والعروض تركزت حول أولوية الاهتمام بالتعليم وضمان جودته خلال الظرف الراهن في المناطق المحررة سعيا إلى تعزيز التربية الوطنية والإنسانية بدرجة رئيسية. أنا أتذكر كوكبة من التربويين الذين أسهموا على ارتقاء العملية التربوية والتعليمية وأسسوا صرح علمي تخرج منه العديد من الكوادر. وشملت الفعالية التربوية قصائد شعرية وعروض رياضية ولوحات حائطية تذكر بإسهامات المدرسة في العملية التعليمية وتحث على الاستلهام من مجد ماضيها. ولم تخلو وقائع الحفل من مطالب الإفراج عن أحد طلبة المدرسة وزير الدفاع المعتقل لدى ميليشيات الانقلاب منذ 3 أعوام اللواء محمود الصبيحي. ونوجه رسالتنا للقيادة السياسية في الداخل والخارج الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابي الذي اليوم صار محمودا في سجن الاحتلال دون مسوى قانوني. المدرسة التي احتضنت كوكبة من طلائع الطلاب من محافظتي لحج وتعز منذ أواخر 60ات القرن المنصرم وخلدت اسم الشهيد نجيب الصبيحي أحد أوائل الفدائيين ضد الاستعمار البريطاني كانت ولا تزال حاضرة في وجدان مئات المحتفلين اليوم.